كنطالبوا الحكومه تصوب لنا هذه الامور ديالنا وتلقى واحد الحل، حيت المستقبل ديالنا جالس كيضيع. كنطالبوا بالحكومه تحسن الاوضاع وجلاله الملك حتى هو يتدخل باش نرجعوا حنايا نقراو، حيت هذا الشيء غادي مع المستوى ديالك. ثاني اعدادي. ثاني اعدادي دابا قريتو ديال الدروس؟ واش قريتو شي دروس؟ والو قرينا شي ثلاثه دروس الربعه اللي مكملين، ما نقدروش ندوزو بهم كاع الامتحانات. شنو الرساله ديالك الاخيره؟ كنطالبوا الحكومه والوزاره ترجع لنا ترجع تكاد الامور، حيت هي حق من حقوقنا كتلاميذ وتلميذات داخل الاساتذه. شكرا، الله يرضي عليك بنتي. كما يحاول يقربنا ايضا. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمه الله. كنشكر جلاله الحوار الفرنسي ديما كتواكب الحدث بمدينه الجديده، وكنستنكروا بشده الاضراب ديال التعليم اللي ولادنا كيتشردوا في الزناقي منذ ثلاثة شهور دابا، وحنا كنعاني ولادنا في الديور، حتى حنا ما بقينا واش عرفنا نخدموا ولا نقابلوا ولادنا، وشي كيقرا وشي باقي كنسكتوا، وما عرفنا هذه الوزارة التعليم واش وزارة التعليم ولا وزارة الفلاحة ولا وزارة العدل، ما عرفنا حتى الوزارة اللي منتدعينا شنو هي. هذه الحكومة ديال التخريطة، كل وزير كيجي يعطي تصريح ان التعليم كل شيء، ان التعليم خاصو يكون وزير في المستوى، يكون استاذ جامعي، ولا يكون اطور من اطور ديال التعليم. ان الوزاره الوصيه على التعليم، كنت نتفاجئ بهذه القرارات ديال الوزاره اللي هي مشحيفه من طرف الاساتذه، لان التعليم اولا هو الاساسي، التعليم والصحه اللي كيعطي الدستور المغربي لكل مواطن مغربي حق في التعليم، في السكن، في الصحه، هذا الشيء ما كنستمروش في هذه الحكومه هذه. وكنتمناو شنو هو الاحساس ديالكم سيدي بعد ما كدوا لولادات المؤسسه وكدوا لهم مقالي؟ شنو باش كتحسوا انتم كاباء؟ كنحسوا بالحقره، كنحسوا ما بقينا عارفين احنا واش غنخدموا ولا غنقابلوا وليداتنا. وليداتنا حنا كنصيفطوا للمدرسه كنلقاوهم باركين في الشوارع كل نهار، وكيسمعوا النهار ثلاثة أربعة الخميس، وما كاينش شي، وما كنتمناو حتى نشوفوا شي نتيجه اللي لوليداتنا حنايا. واش غنديهم للخصوصي؟ حنا ما بقينا نمشيو حتى للمارشي، المارشي ولا قاهرنا البطاطا والخضره، وما بقيناش عارفين فين غنصدوا. حنا كيقولوا كان مقبلين على التظاهرات العالميه، كاس العالم وكاس افريقيا وكاس سميتو، وما نظموش حتى التعليم الاساسي هو الاساسي في المنظومه ديال. كتشوفوا من جهتكم انتم الاسبقيه للتعليم، اسبقيه للتعليم، التعليم هو الاساسي. التعليم مازال عندك ما تضيفش؟ لا خويا، كنشكر جريده الحوار بريس اللي ديما كتواكب الحدث فيما يخص. شكرا. هذا واجب متابعينا الكرام، الان كما كتلاحظوا اننا يعني كنحاولوا ما يمكن نقربكم الصوره، ما حنا كنحاولوا ما يمكن نستقيوا نبض الشارع وكنبلغوا الرساله بطبيعه الحال. وهناك جهات مسؤوله والجهات اللي منوطه لها هذه المهام اللي غادي تحاول تفحص وتحاول تشوف المطالب ديال هاد الناس هادو، وتحاول ما يمكن تلبي يعني مطالب هاد الناس هادو في حقيقة.